البارت الثاني من هذا الشابتر هو أنا في عندي مجموعة ميثودز راح ناخدهم، راح يساعدونا أنا كيف بدي أعمل ديزاين للسيستم، كيف أوجد قيم الجينز أو قيم أي تاو. لما أنا أبلش أعمل ديزاين للسيستم اعتمد على الفريكونسي ريسبونس. البارت الأول اللي شرحناه كان له علاقة بالستابيليتي، كيف أحدد السيستم ستابل أو لا، وأوجد قيمة الجينز اعتمادا على الستابيليتي. هلا اول طريقه راح نستخدمها اللي هي ايش اسمها زيجلر نيكول كنترول سيتنجز. هلا هاي الطريقه بتعمل لي ادجسنت للكنترولز فاريبل تو جيت بيست فاليو. فانا بعمل هون عمليه تيننج، فانا بعمل ضبط بعدين احاول حتى اوجد افضل قيمه للكنترولز فاريبل للاوتبوت، قيمه الاوتبوت تكون افضل قيمه عندي. فانا في عندي تو كاسز، انا ممكن انا اكون اونلاين، يعني انا في عندي كلوزد لوب بعمل كنترولينج، وانا ممكن يكون في عندي اوف لاينز ان انا في عندي اوبن لوب، اللوب مفتوح انا لسه ما دخلت الكنترولر وما عمل لي كومبيرنج وديزاين يعني حتى يعطيني القيمه اللي انا بدي اياها. فزيجلر ميثود تستخدم ايش الكلوز لوب، فانا بشتغل بحاله الاونلاين بحاله انه الكنترولر موصول معي بالسيستم. فزيجلر ميثود هي عباره عن كونتينوس سايكلينج ميثود، انا بشكل مستمر بضل اعمل سايكل وبمشي على السيستم وبعمل دورات. فانا بستخدم الترايل اند ايرور بروسيجر، فانا بدي اعتمد على الترايل اند ايرور. نقدر ميثود اهم اشي فيها انه انا بالبدايه بعتمد انه في عندي بي اي دي كنترولر، ده دائما انتبه انه انا في عندي بروبورشنال انتجرال ديريفاتيف كنترولر، الترانسفير فانكشن له الكي سي 1 زائد تاو دي اس زائد 1 على تاو اي اس، هاي لازم نضل متذكرينها على طول. في عندي مجموعة ستيبس بمشي فيها لما أنا بدي أستخدم الزد أن ميثود، راح نسميها الزد أن ميثود أسهل. فأنا أول إشي بما أنه أنا في عندي هذول الثلاث بس بالبداية، أول ستيبس بالحل بعمل أنا أسيوم أنه أنا في عندي بس بروبورشنال كنترولر، فبالتالي التاو دي أنا بفرضها أنها زيرو، تاو اي بفرضها انفينيت مشان أصفر هذا البارت وهذا البارت، فبصفي أنا في عندي إيش الترانسفير فانكشنال كنترولر هو بس كاسي بس الجينز نفسه. هلا بعديها ايش ببلش افرض قيمه سمول فاليو للكاسي للجين سمول فاليو، بس ايش كلوز لوب، ضل متذكر انه انا في عندي كلوز لوب كنترولر داخل. هلا بعديها كل ترايل انا بصير اعمل ايش تشينج للست بوينتس، وايش قيمه الكاسي ببلش ازيدها بقيمه قليله حتى اوصل لايش لاوسيليشن ويد كونستانت امبليتيود، يعني بضل انا ازيد قيمه الكاسي لحتى احول لترانسفير فانكشن. يعني مثلا هو بالبدايه بيكون هيك كان اكسبوننشال، برجع بزيد قيمه الكاسي فبضل اضيفها حتى ايش حتى احصل اوسيليشن بس ايش بكونستانت امبليتيود، يعني انا في عندي البيريود ثابته. فالجان مارجن راح يكون واحد لانه هو راح يكون ستيبل، الكاسي راح تكون هي ايش بسميها الكاسي يو اللي هي الالتيميت جين، لما انا اوصل للالتيميت فالي له بهاي الحاله بحتاج للالتيميت بيريود اللي هي لما انا اوصل يصير اوسيليشنز قانونها اللي هي بي يو 2 باي على اوميجا سي او اللي هي ايش الكورنر فريكوانسي، فانا برضو احتاجت الكورنر فريكوانسي عندي. فلما انا بدي ابلش اعمل ديزاين لسيستم كيف بدي اطبق زد ان ميثود هلا راح نشوف، بس لازم يضل ببالنا انه انا بالسيتنج اوبريشن، يعني لما انا بدي اعمل عمليات سيتنج لسه هلا قاعد بصمم دائما بحاول انه تكون الكاسي اقل من الكاسي التيميت، اقل من الالتيميت فاليو. هلا اوكي انا اوجدت الكاسي التيميت وصلت لكونستانت بيتا ووجدت الكاسي التيميت، فهلا كيف بدي اعمل ترانسفير للفانكشن كامل من هاي الطريقه، بدي استخدم هذا التيبل حسب هل انا بالحقيقه عندي بروبورشنال ميثود بروبورشنال كنترولر ولا بروبورشنال انتجرال كنترولر ولا بروبورشنال انتجرال ديريفاتيف كنترولر حسب الترانسفير فانكشن. فقيمه الكي سي الحقيقيه للسيستم يا بتكون نص الكي سي يو يا 0.45 حسب ايش نوع الكنترولر، وهي قيمه التي اي اذا كان في عندي انتجرال وقيمة التي اذا كان في عندي ديريفاتيف. هلا هذا الجدول ثابت دائما كل مره بستخدم فيه زد ان ميثودز راح استخدمه فهو ثابت. هلا لو بدنا ناخذ اكزامبل على هذا الموضوع، نفرض ان انا في عندي هذا السيستم، السيستم فيه كنترولر وفيه بروسيس، البروسيس هي عباره عن فيرست اوردر بروسيس وحن ترانزيشن بروسيس. فلما انا بدي ابلش احله بالبدايه اول اشي انا ايش بدي اعمله، زي ما حكينا انا بدي اعمل اسيوم
انه انا شو في عندي proportional controller، هاي اهم خطوة. فبالتالي التاو اي infinite، فانا شو صفى في عندي الجي اس للكنترولر هي بس كاسي. فاذا الجي للسيستم كامل راح تكون هي عبارة عن كاسي في اي قوة 1.02s على s بلس 1، هاي راح تكون قيمة الترانسفير فانكشن موجود عندي. طيب هلا انا اوجدته هيك، هلا ايش انا بدي اوجد؟ اوجد قيمة الكي. فلما بدي اوجد قيمة الكي بدي ايش؟ بدي استخدم ايش؟ الامبليتيود ريشيو. فانا بدي استخدم الامبليتيود ريشيو، راح نشوف هلا كيف راح استخدمه لحتى اوجد القيمة اللي انا بدي اياها. فبداية انا ايش بدي اوجد؟ الامبليتيود ريشيو لهذا الفانكشن. فانا في عندي الامبليتيود ريشيو ترانزيشن فانكشن له 1 على جذر اوميجا سكوير بلس 1، لانه انا شوف في عندي فيرست اوردر، والثيتا راح تكون هي ايش؟ تان انفرس ماينس اوميجا ماينس 1.02 اوميجا. طيب هلا تمام لهون، اتوقع الموضوع تمام. هلا ايش بدي اعوض هون مكان الثيتا؟ 180، لان انا بدي الكورنر. فاذا انا هلا ايش بدي اعوض؟ ماينس 180 تان انفرس للماينس اوميجا. هلا في نقطة انه بس بدي اوضحها، انه هون هلا هاي بالراديال، فعشان انا احولها ل يعني تعطيني راديال راديال او تعطيني ديجري ديجري، لان انا هون ايش جواب هون راح يطلع ديجري، فبالتالي انا بحتاج انه هون يكون بالديجري. بما انها هاي براديال فانا ايش بحتاج؟ اني انا اضربها ب 180 على باي، وبرجع هون 0.2 اوميجا عشان احولها. يعني هاي المفروض انه اشياء احنا عارفينها، بس حبيت انبه لهذا الموضوع اللي هي 180 على 3.14. فبصفي انا في عندي السؤال 180 ناقص تان انفرس ل ماينس اوميجا سي ناقص 180 على 3.14 بيطلع 57.3 في 1.02 في الاوميجا سي. هلا نفس الاشي بتريال اند ايرور، بطلع قيمة الاوميجا سي. فالكورنر فريكوانسي بتطلع 2 راديال بير مينت. هلا هاي قيمة الاوميجا اللي طلعت معي. هلا شو انا بدي اعمل؟ بدي اخذ انا قيمة كريتيكال، مش احنا حكينا انه بدي اوجد انا ككريتيكال. فبحالة الكريتيكال كريتيكالي بدي اخذ انه الامبليتيد ريشيو تساوي 1 ات لما تكون ثيتا ماينس 180. فاذا هلا الامبليتيد ريشيو 1 والاوميجا سي او طلعتها 2، فهلا ايش بدي ارجع اعوضهم مرة ثانية، بحيث انه الاي ار على الكي سي 1 على جذر اوميجا سكوير بلس 1 كله صار موجود معاي، 1 على كي سي 1 على جذر 2 تربيع 4 بلس 1 يعني ايش؟ جذر الخمسة. فبالتالي الكي سي بتطلع 2.24. هلا هاي ايش؟ هاي قيمة الكي سي، بس مش هي قيمة الكي سي اللي انا بدي اياها، اللي هي هاي ايش؟ قيمة الكي سي التيميت. فبما انه انا في عندي بي اي كنترولر، بدي ارجع لجدول للجدول، بدي اشوف البي اي كنترولر ايش؟ عبارة عن 0.45. فاذا راح تكون الكي سي هي عبارة عن 0.45 في 2.4، فايش؟ فبتعطينا القيمة اللي هي 1.02. هاي قيمة الكي سي اللي انا بحتاجها بالسؤال. هلا عشان اوجد التاو اي بحتاج ايش؟ الالتيميت بيريود اللي هي عبارة عن 2 باي على الأوميجا سي اللي هي 2 ب3.14 على 2 تعطيني 3.14. فالتاو اي ايش؟ هو عبارة عن من الجدول بي يو على 1.2، 3.14 على 1.2 تكون 2.62. فاذا انا قدرت اعمل تصميم للكنترولر، فراح يكون هو ايش؟ 2. راح يكون 1.02 في 1 + 1 على 2.26s. ف
فأنا عملت ديزاين للكنترولر حسب إيش زد أن ميثود. الحل عليها سهل مش صعب. هلا الموضوع اللي بعده أو الطريقة اللي بعدها اللي هي إيش بسميها الرياكشن كيرف ميثود أو إيش بسميها الكون كون ميثود، اللي هي إيش اختصارها السي سي ميثود. هلا هاي متى بتشتغل عكس الزد أن ميثود؟ أول شيء لما يكون في عندي open loop dynamics، يعني الكنترولر مش موصول، disconnect the controller from the process. مش أنا في عندي كنترولر، بعدين أنا في عندي الأكتويتر، بعدين البروسيس، أنا بدي أفصل وجود الكنترولر، بدي أكتفي إيش بالأكتويتر والبروسيس، بعدين أنا إيش بدي أعمل؟ بدي أعمل step change. مثلا أنا كان يدخل من الكنترولر pressure، فأنا بدي أعمل step change للبرشر وكأنه دخل لوحده بدون كنترولر، وأشوف شو راح يطلع في عندي الأوتبوت. هلا ال CC method the transfer function إلها ثابت، فدائما أنا لما بدي أحل على السي سي method بدي أوصل لهذا الفانكشن، إنه الترانسفير فانكشن للبروسيس راح يكون عبارة عن الكي بي اللي هو الكونستانت في اي وماينس تاو اس على تاو بي اس بلس 1. بدي انتبه انه انا صارت ايش، هي دايما بتفترض سي سي ميثود انه انا اي بروسيس عندي هي عبارة عن ديد تايم بروسيس وفيرست اوردر بروسيس. دائما انا لما بدي احل بدي اطلع هذا الترانسفير فانكشن، يعني الحل دائما بالاخر راح يوصلني لهذا الترانسفير فانكشن مش اي شيء ثاني. فانا هون مسؤوليتنا ان اطلع الكي بي، اطلع التاو هاي واطلع التاو بي مشان ايش ترانسفير فانكشن هاد، فديزاينه اعتمادا على هذا الترانسفير فانكشن. هلا بهاي الطريقه انا بحتاج ان انا ارسم عشان اطلع القيم منه، قيمه الكي بي التاو بي والتاو. هلا الكي بي هي ايش؟ عباره عن الجين، وهي ايش ديفرنس بالاوتبوت على ديفرنس بالانبوت، يعني تغير الكنترولز فاريبل على تغير الميجرز فاريبل او البريشرز اذا كنت انا قاعد بغير بريشر. هلا نيجي على البعد. هلا في عندي شو بسمي الانفلكشن بوينت. هلا الانفلكشن بوينت هي البوينت اللي بتغير فيها السيستم، مش احنا حكينا انه هو في اكسبوننشال بعدين في انا في عندي فيرست اوردر، فالفتره اللي بتغير فيها السيستم بنتقل من الترانزيشن بارت بصير فيرست اوردر، هاي النقطه بسميها انفلكشن بوينت اللي هي تايم ديلي، تايم اللي تأخر فيها الوقت حتى يبلش بالفيرست اوردر. هلا هو المفروض من هون يبلش بالفيرست اوردر، بس هو تأخر هذا الوقت، هو الوقت اللي ايش كان هو يمشي فيه بشكل اكسبوننشالي. فهاي الانفلكشن بوينت انا بشوف هاي البوينت، يعني انا باخذ مماس عند التغير وبطلع حسيتها بي، بتكون محدده بالرسمه، انا كثير بحتاجها. هلا هي نفسها قيمتها هي التاو دي، هي التاو اللي بتكون موجوده هون مع الاكسبوننشال، بضل ايش بدي اوجد التاو بي. هلا الاي هي ايش؟ هي النقطه اللي تقريبا بصير السيستم عندها فيرست اوردر، يعني تقريبا بلش ايش يوصل الالتيميت فاليو ويثبت عندها، هاي اي. فانا الاي ماينس الثيتا بي راح يعطيني التاو بي، وهي التايم اللي يحتاجه وهو ايش بيشتغل على الفيرست اوردر بروسيس. هلا اذا ما كانت الرسمه موجوده معاي فانا بقدر اطلع الانفلكشن بوينت من خلال ان انا بطلع السكند اوردر ديريفاتيف، يعني انا بشتق السي اللي هي الاوتبوتس مرتين بعدين بسويها بالزيرو فبيعطيني الانفلكشن بوينت. لكن بالعادي بتكون الرسمه موجوده والتعامل مع الرسمه اسهل بكثير من انه انا اوجد ديريفاتيف بعدين اعوض واطلع مثلا كم راح تكون القيمه. فمثلا لو ناخذ هذا الاكزامبل، مثلا بدي افرض انه انا هون في عندي ستريت تانك، هذا الستريت تانك كنترولر ديسكونكت، فانا شلت الكنترولر عنه، يعني هو ايش في معناها انه انا ايش في عندي سي سي ميثود، لانه دائما بمجرد انا ما بشيل الكنترولر معناها ما بقدر احله على الزد ان ميثود، معناها انا ايش بدي احله على كنترولر ميثود. فبحكي لك انه انا البي اللي هي كانت اللي انا يعني هي المفروض تكون الاوتبوت للكنترولر، اذا انا عملت لها ستيب تشينج من 30% ل 43%، يعني انا افرض انه هاي انا في عندي البي كان 30 عملت له 34، فهو ايش عمل الستيب تشينج عليها. بحكي لك في الاوتبوت تتغير من 35% ل 55% بما يعادل تغير الكونسنتريشن من 0.1 ل 0.3، يعني من 33 ل 55 تغير. هلا اذا بدي انا احل على ال سي سي ميثود، اول شيء انا بدي اطلع الجين اللي هو الكي بي، وحكينا انه هو عباره عن تغير الاوتبوت على تغير الانبوت. الاوتبوت هو ايش؟ تغير من 55
ل 35 على تغير الانبوت اللي هو تغير من 43 ل 30. فانا شو صفى هنا في عندي تغير هنا 20 على 13، فبطلع انا هون في عندي 1.54. هاي ايش قيمة الكابي اللي انا بدي اعوضها بالسيستم. طيب هلا بدي اوجد اللي بعديها، بدي اوجد الانفلكشن بوينت اللي هي نفس التاو دي محددة بالسيستم 1.7 من الرسمة. هلا شو بضل في عندي اوجد التي بي اللي هي ايش؟ الاي ماينس الانفلكشن بوينت الاي 7 والانفلكشن بوينت 1.7، فبالتالي هي بتطلع 5.9. فاذا انا الترانسفير فانكشن اللي انا بدي اشتغل عليه ايش راح يكون؟ هو عبارة عن 1.54 في اي قوة ماينس 1.07 على 5.93 اس بلس 1. هاي الترانسفير فانكشن اللي انا بدي اياه. هيك انا بكون حلات على السي سي ميثود. هلا لو انا بدي اخذ سيستم ثاني مثلا واشوف كيف بنحل، نشوف مثلا هاي الرسمة بحكي لك ان انا في عندي بي اي كنترولر وهاي البروسيس. هلا بما ان انا بدي احلها على السي سي ميثود معناها راح اشيل الكنترولر، لانه الكنترولر راح يكون ديسكونكت، فانا وجوده او عدمه ما راح يغير عندي، فراح يصفي انه البروسيس كامل ترانسفير فانكشن لها ايش؟ هو عباره عن اي قوى ماينس اس في اس بلس 1. هلا هي تقريبا بتشبه الترانسفير فانكشن اللي انا بدي اوصله بالسي سي ميثود اللي هو كي بي في اي قوى ماينس تاو دي اس على تاو بي اس بلس 1. فاذا قيمه الكي بي عندي 1، التاو دي اللي هي نفسها الانفلكشن بوينت قيمتها 1، والتاو بي البروسيس كم قيمتها؟ كمان 1. فانا هون قدرت ان انا اوجدهم مباشرة للقيم بان انا ساويت هاي باي. هلا بما انه انا في عندي بروبوشنال كنترولر، فانا بدي اعمل الكيسي بدي اعملها تريال عشان اطلع قيمتها حتى لو انا عملت ديسكونكت لما وجدت الحل. هلا زي ما كان في للزد ان في عندي تابل خاص فيه، كمان انا في عندي تابل خاص بالسي سي ميثود بتطلع لي كيسي اعتمادا على قيم هذول حسب شو، وبتطلع لي ايش قيمة كمان التي اي في تابل خاص. شوي بس افتح لكم عليه. هذا التابل فبالبي اي كنترولر، هاي قيمة الكاسي بعدلها من خلال هاي الكابي معي والتابي معي والثيتابي معي، ونفس الاشي التاي، فبوجد قيمهم لان انا بحتاج قيمهم اني اوجدها. فهو ايش بيكون؟ فانا لما اعوض بالمعادلة راح يعطيني 0.98، تكون هاي 1.14. فاذا راح يصفي انا شو في عندي؟ 1.98 في 1 زائد 1 على 1.14 اس. فهاي قيمة البروبوشنال كنترول اللي انا راح اشتغل عليه. هلا لو انا بدي اخذ اكزامبل بدي احله على الطريقتين واشوف شو بفرق اذا انا حليته على الزد ان ميثود او حليته على السي سي ميثود. هلا هو راح مثلا راح يفرق، اوكي راح يفرق، بس ما راح يفرق بقيمة كبيرة. اهم شيء انا اكون اعرف كيف اعوض بهاي وكيف اعوض بهاي. مثلا هلا لو بدنا ناخذ اول اشي الزد ان ميثود، بدي احله على الزد ان ميثود. هلا بما انه على الزد ان ميثود التاو اي راح تكون ايش؟ انفينس، لانه انا بدي اشيلها. فانا شو راح يصفي في عندي؟ الجي اس للكنترولر هي بس الكيسي. فاذا الجي كامله للسيستمز بس هاو ان ايش راح تكون؟ عباره عن كيسي على اس بلس 1 كلها قوه 4. ف يوم انا بدي احلها ايش بدي اطلع؟ الامبليتيد ريشيو على الكاسي رح يكون 1 على اوميجا سكوير بلس 1 سكوير، ورح تكون الزاوية هي عبارة عن ماينس 4 تان انفرس للماينس اوميجا. لا رح تكون موجبة لانه انا طلعت الماينس برا. طيب هلا بما انه انا في عندي رح بدي انا اوجد كورنر فريكوانسي، فاذا الثيتا راح تكون ماينس 180. الماينس 180 شو تساوي؟ 4 تان انفرس للاوميجا. فاذا راح تطلع ال 45 تساوي تان انفرس للاوميجا سي. فانا راح يكون انا في عندي الكورنر فريكوانسي كم قيمتها؟ 1 راديال بير مينيت. هاي الكورنر فريكوانسي بما انه انا في عندي كريتيكالي
فأنا الأمبليتيد ريشيو كم راح تكون؟ 1. فأنا في عندي 1 على الكي سي تعطيني 1 على الأوميجا إيش؟ 1. 1 سكوير بلس 1 2. 2 تربيع قوة 4. فإذا الكي سي ألتيميتس كم قيمتها؟ 4. وإذا بدي أطلع أنا البيريود وهي عبارة عن 2 باي على 1 فرح تعطيني 2 باي. هلأ إيش بدي أطلع؟ بدي أطلع قيمة الكي سي اللي هي 0.05 في 4. رح تعطيني 1.8. ومن ال ultimate period رح أطلع قيمة التاو اي اللي هي عبارة عن 2 باي على 1.2 فرح تعطيني 5.23. فبالتالي ايش انا طلع عندي الكنترولر 1.8 في 1 زائد 1 على 5.23s. فانا وجدتها بال ZN method. هلأ لو انا بدي اوجدها بالكون method، هلأ بالبداية أنا في عندي open loop معناها عمل disconnect للكنترولر، فرح تصفي في عندي إنه ال GS إيش؟ 1 على S plus 1 قوة 4. فهي ما بتشبه أبدا الصيغة اللي أنا بدي إياها. هلأ إذا أنا بدي أعمل step function، بما إنه أنا في عندي step change رح يكون على ال pressure، رح تكون هي إيش؟ 1 over S. لما بدي اعوضها حتى اطلع مثلا اللي هو الاوتبوت راح يكون ايش؟ 1 على اس بلس 1 تيكن 4. طب هلا لحد الان انا مش قادر اعمل اشي، شو اللي بدي اعمله؟ هلا بما انه مش معطيني رسمه فاذا ايش بدي اخذ انا الديريفاتيف، بدي اخذ الديريفاتيف. فانا هذا راح اشتقه. اول اشي بدي انا ايش؟ بدي اطلع لابلاس انفرس، لازم اطلع لابلاس انفرس عشان ايش؟ اقدر اشتقه. فانا لما اطلع لابلاس انفرس راح يطلع 1 ماينس 1 زائد تي زائد نص تي سكوير زائد 1 على 6 تي تكعيب في اي قوى ماينس تي. هلا هاي بدي اشتقها اول مره واشتقها ثاني مره عشان ايش؟ اوصل للمعادله اللي انا بدي اياها، لانه حكينا اذا ما اعطاني فانا ايش؟ بحتاج ان انا اشتق. فلما بدي اشتقها اول مرة، يعني لو تجربوا تشتقوها اول مرة يعني راح يكون شوي الحل طويل، لانه انا في عندي اشتقاق مرتين والفانكشن بولينوميال طويل اللي هو بما انه في ضرب في الاول في مشتقة الثاني ناقص الثاني في مشتقة الاول. لما بدي اشتقها كمان فهلا هاي لما يعني هيك احاول اضبط شكلها راح تطلع 1 على 6 تي تكعيب اي قوى ماينس تي، لانه في كثير اشياء راح تروح سوا. والمشتقة الثانية لها راح تكون تي سكوير على 2 اي قوى ماينس تي ناقص تي تكعيب على 6 تي قوى ماينس تي، وهاي ايش؟ تساويها بالزيرو. فاذا لما انا بدي اساويها بالزيرو فراح تطلع في عندي 6 2 يعني ايش؟ تايم 3. فاذا ثيتا بي كم راح تكون؟ تساوي 3. طيب هلا ثيتا بي وجدتها، بس هي هلا 3 هذا التايم اللي راح تكون عنده السيستم راح يبلش ينتقل من هاي النقطة للنقطة الثانية. هلأ لو هاي الثلاث نفسها أرجع أعوضها بالسي فتحة هاي، يعني سي برايم للثلاث وأعوضها، يعني مثلا راح تكون نص ثلاث تكعيب في اي قوى ماينس ثلاث راح تعطيني 0.0225. فهلأ هاي ايش؟ هلأ هاي البوينت راح تعطيني السلوب. يعني مثلا هلأ أنا لو بدي أرسم الرسمة
زي ما حكينا انا في عندي اكسبوننشالي، بعدين راح يتغير الستيب، راح يوصل هون لل هاي السي انفينيت، راح تكون هي واحد للالتيميت فاليو. هلا انا هون النقطه اللي ببلش يتغير عندها، هلا هاي ايش هون الثيتا بي، ماشي. هلا سلوب هاي النقطه ايش بدي اوجد؟ المشتق الاول اللي هو السلوب. هلا احنا وجدنا انه هو بتغير وين؟ عند الثلاث. فاذا هذا السلوب اللي هو 0.224 هو ايش؟ عبارة عن تعويض هاي النقطة اللي هو 3، لما اعوضها هلأ راح يعطيني 0.356 لما انا اعوضها بالمشتقة الاولى، لما اعوضها بالمعادلة الرئيسية راح تعطيني لما اعوضها هون ناقص الزيرو، هاي ناقص الزيرو، مشان انا بدي اوجد السلوب كامل هاي على هاي، فهي ناقص الزيرو على الثلاث ناقص الثيتا بي، ف هاي ما بعتبرها ثيتا بس هي ايش راح تدلني على الثيتا بي، فبالتالي راح تطلع انا في عندي الثيتا بي 1.43. هاي طلعت اول اشي انا بدي اوجده. طيب هلا لو انا نفس الاشي هذا السلوب نفسه اللي انا اوجدته، بما انه السلوب ثابت لهاي المنطقة، فهلا اذا انا وصلته للالتيميت فاليو ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني تاو بي للبروسيس اللي انا وصلته لهون، اذا انا اخذته مع الواحد مش مع هاي القيمة. فنفس هذا السلوب واحد ناقص الصفر على ايش؟ على التاو بي، لانه هاي كاملة، فبالتالي راح تكون ايش التاو بي؟ قيمتها 4.46. طيب هلا ايش بدي اوجد الكي بي اللي هو الجين. انا هو ايش؟ عبارة عن الاوتبوت على الانبوت، مثلا نسميها الاكس انفينيت. انا عملت لها ستيب تشينج، فالاوتبوت وصلنا للالتيميت فاليو واحد، على بما انه هاي تغيرت فهي واحد، فكم راح يعطيني؟ واحد. فاذا انا راح يكون في عندي الجينز كامل عبارة عن واحد اي قوة كم، هاي طلعت 1.43 اس على 4.46 اس بلس 1. فبالتالي السيستم تغير من لما انا مشيت بالزد ان ميثود او بالسي سي ميثود، بس انا بدي اعرف متى اوبن لوبس ومتى بتكون كلوز لوب ومتى استخدمهم خطوات كل طريقة. فالمهم اعرف واعرف متى الطريقة اللي تعطي، يعني انا بقدر يعني من خلالها ادخل الكنترولر ومتى لا. فمثلا الزد ان ميثودز انا كل شغلي بيكون على الكنترولر نفسه، بعكس السي سي ميثود انا اصلا بشيل الكنترولر كله. هلا هاي اهم الافكار خاصه بالبارت 2 بشابتر 16، انه انا بس اعرف اتفرق بين الطريقتين واستخدمهم عشان اوجد الجينز او القيم التاو او اي قيمه ثانيه انا بدي اوجدها. ويعطيكم العافيه.